السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حباب قلب ادم؟ عاملين ايه؟ طبعا يا جماعة الجولة بردك بتبدأ تشتعل ما بين الغيتين، الغية الخضرة والغية البيضاء اللي جنبها التعبانة. وطبعا زي ما احنا متعودين ابو غية خضرة ماسك حلة وعمال بيطبل ويرقص ويقول لهم ومش عمال يعمل اصوات غريبة. انا قاعد عمال اضحك والله. المهم اوريكم بقى احنا عملنا ايه الجديد. اقفل بس كده الكلفة ده. بصوا في البدايه كده لازم نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لو انت بتتفرج على الفيديو دلوقتي صلي على النبي عشان تكسب ثواب وانا نكسب ثواب. المهم جبنا عيون جديده اهي، حطينا فيها الاسترالي والنسيان الريحانيه. فين؟ في البياضه. تمام، ادي كده اول عين. تاني عين حاطين فيها النتائج الجمعيه، لسه ما تحتاجش حصل لسه. طبعا احنا لسه ناقلين ودي القص الابلق الاخضر والقص الريحاني. خش بقى اللي تحته القص الكراكندي. استنى نيجي لكم من هنا كده عشان النور. ادي القص الكراكندي النتايه طبعا ما اعرفش حصت ولا ايه نظامها، بس كده العين دي هيوسع عليهم. نفسي ذكر يقول لي العين ده ضيقه عليهم. اهي العين اهي، ذكر يقول لي بقى ان العين دي ضيقه عليهم. عشان بصوا انا بجد هتغاب على اي حد، لا بس ما اقدرش اتغاضى على متابعيني والناس اللي بتتفرج عليا دول حبايبي. وادي القص الازرق عطيفه، مش عارف العشه جوه مش منوره في الموبايل ليه. استنى كده كده بدات يعني. بس القص الازرق عطيفه اهو، ربنا يبارك لنا فيهم يا رب. وادي القص الكركندي اهو. ان شاء الله يا جماعه ان احنا نقلنا في البلكونه في 10 زغاليل. استنوا هنظبط الإضاءة 10 زق يعني. بصوا بصوا أدي أول عين هيبقى فيها 3 زغاليل، 3 هنا وتلاتة هنا كده 6، وتلاتة هنا كده 6، 3 و 3 6 و 3 9 كده 9، وتلاتة هنا 10 11 12 12 زغلول، وتلاتة هنا استنوا كده قلنا 3 هنا و 3 هنا كده 6، 3 هنا و 3 هنا كده 6 و 6 12، 12 و 3 15 اهو. كل دي عيون هتبقى نش، و 3 كمان على ال 15 كده 18، 18 زغلول بفضل الله هيطلعوا في السماء للايه؟ للنش. ما حدش يقول لي الحمام هيطير ومش هيرجع تاني، عيب عليكم يا جدعان. انتوا بتتكلموا مع واحد لسه اول مره يربى حمام، اول حمام بتاع الولا. بتاع الغية الخضرة والغية البيضاء. طبعا هم داخلين جولة سبحان الله قبل المغرب بالذات كله بيروح يفتح الحمام عشان بيكونوا بيلعبوا جولة. بس انا الغلبان البريء اللي مش هقدر اخش معاهم لان انا على قدي. انا لو طيرت ال 18 زغلول كلهم هيتقفشوا. تمام يا شباب، فاحنا قلنا لكم العين هنا والعين دي والعين دي كده نش، والعين دي والعين دي والعين دي كلهم نش. تمام، ومعانا ايه تاني؟ معانا الباكستانيين اللهم صل على النبي، طلعوا لنا زغلول جميل. ادي كده اهو الزغلول، مش عارف شخ على الموبايل ولا ايه نظامه ده. ده اقوله زغلول زيه زي البلد يعتبر بشكله ده، شكله جميل الصراحه. ده يتمشى ان شاء الله باذن الله. ياخد له بس كده كام يعني يكسر ريش يعني. انا اوريكم دلوقتي بقى عامل ازاي. لسه صغير، لسه حاجة طرية مش بتاع أكل، أو يقدر ياكل لوحده. ماشي معاك في إن هو ياكل لوحده، بس إيه لسه بياكل من الأهل من الأهالي، ولسه بردك ما كسرش ريش. فما نلاقيه كسر ريش يعني يومين كمان يكسر ريش، على يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله يكسر ريش ونقوم إيه نشينه، نقوم حاطينه هنا. نشوف بقى لو هنجيب كام زغلول كمان. تمام، حطه مع أمه وأبوه. موضوع تحتهم حصوية، ربنا يبارك يا رب. اقفل بقى العيون عشان العيون ما تاخدش برد. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه في عز الهواء في عز العلو ده يعجبهم اكتر.
وريناكم طبعا الحمام والجوله. بعد بس الزوم كده بس كده، وريناكم شكل العيون من هنا اهو، شكل العيون اهو، العين بتبقى شكلها كده. العين التانية نفس الكلام، السلاكة من فوق، جردل الكلفة بيتحط هنا طبعا. ده الشبشب انا كنت غسله اهو، بس نشف في دقيقة. ودي قماشة كده، حتى انا المفروض ان دي احنا كنا، انا بحب افطر في البلكونة بالذات، فبفرشها في البلكونة. فاحنا نركنها هنا عشان انا بحب افطر في البلكونة. وادي الارضية لسه غسلانة اهو، شايفين حتى بتبرد، مش بيخلي الحمام ولا يطلع ريحة. اصل الحمام بيطلعش ريحة زبل، اللي هو الحمام اللي هو بيشخه ما بيطلعش ريحة خالص. فانت لو عايز تربي حمام، ربي في البلكونة في بيتك حتى. ادي بردك الجولة بتشتعل تاني، الجولة دي ان شاء الله ابو غي خضرة ولا يكسب. شايفين الحمام دي ايه؟ ده كله ده كده مجال يا جماعة، كده الواد ابو غي خضرة والغية بيضة دخلوا مجال. شايفين ده كده كله مجال. المجال ده بقى هيجي فوق دماغ انا، بس انا الحمد لله مش هنشتغل الساعه 7 الصبح، عشان ايه؟ انا على قدي، انا غلبان يا جماعه. ادعوا لي كده. يلا اهو وريناكم كده كل حاجه وكلفنا كله. عايزين نوريكم الزغلول الكشك. استنوا، الزغلول التاني مات، ربنا يا بقى الله، كنت اقول لك ربنا يشفيه. المهم الزغلول التاني مات، الله يرحمه، الله يرحمه يعني. اهو الزغلول التاني، الزغلول التاني اهو، شايفين وجهه؟ وجهه لذيذ. بص لنا يا ابني، بص للكاميرا واضحك، ارفع دماغك فوق طول ما انت بتتفرج كده. لا ما انت بص، ما تقعدش بقى ايه شغل العبط ده. ايوه ارفع دماغك كده، يا ده ارفع دماغك يا. المهم شكل الزغلول اهو، شرباته، وشه زوم 14 يا ولد. ايه ده ايه الجمال ده يا ابني، ايه الجمال ده؟ الزغلول دخله بقى عشان ما ياخد ليش دور برد. في حاجة حصلت تاني هنا بقى، عايزين نعرف ايه هنا. البلدكس البلدي بيجمعوا الحصى، استنوا البرد بيجمعوا الحصى. ودول ايه؟ دول الباكستانيين. بس كده احنا معانا الباكستانيين والبلدي هنا. وايه هنا تاني؟ احنا ما برسناش. النتاية البلدي والكركندي طبعا مش واضحين في الكاميرا عشان احنا طالعين اخر النهار. ان شاء الله بطلع لكم بدري وصور. وهنا زي ما متعودين البلدي الاسترالي والنتاية الريحانية. وهنا الجمعية والاسترال ان الدكر البلدي. وهنا الازرق قطيفة، وهنا الكركندي. بس مش محتاج بقى اوصف لكم تاني، احفظوا بقى عشان ايه ان شاء الله زغلولهم طالعين للنش ان شاء الله باذن الله. متنساش تحط لنا لايك والاشتراك في القناة، وسلام.